تقول لي حاجة ما حصلتش. خلي بالك وخلاص. من ايه؟ عاوز كلام محدد؟ باب الدير يتفتح للمحبة ويتقفل على المحبة. وصفته صح، لكن لو دخلوا شيطان يطرد. مفيش شيطان هيقول على روحه شيطان. النفوس الشفافة يا ولدي تقدر تعرف انه شيطان؟ تقدر، ويقدر يخدعها. كيف يعني؟ يحرك المشاعر، المشاعر تعمل بصيرة. كمل. كأنه جاي لك يلحقك، كأنه ناصح أمين. هيقول لك الدير هيبقى وحده ملهوش حارس. لكن الرب هتقول له الرب حارس، هيقول لك من مين ولا من مين. هيخوفك بعركة كبيرة ويفهمك ان انتو اول جناح هيتكسر. مين هو؟ صوره كتير ما تصدقهوش. وخلي باب الدير مفتوح للكل إلا للفتنة.